رئيس اتحاد المحامين العرب يدين اعتداءات الكيان الصهيوني على مدينة جنين بالضفة الغربية، مؤكداً أنها بمثابة تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. نقيب المحامين يجري جولة تفقدية لعمارات النقابة بمصيف رأس البر للوقوف على ما تم إنجازه في أعمال الصيانة والتجديدات التي جرت في مايو الماضي. الأستاذ عبد الحليم علام يكلف الإدارة الهندسية بالنقابة العامة بإعداد تقرير مفصل بشأن حالة نادي محامي رأس البر تمهيداً لتطويره ورفع كفاءته ليكون لائقاً بالسادة المحامين وأسرهم. وفي بورسعيد تفقد نقيب المحامين عملية التشغيل التجريبي لنادي المحامين تمهيداً لتشغيله خلال الفترة المقبلة، ووعد بدعمه وتجهيزه بكافة المتطلبات ليكون لائقاً بالسادة المحامين. وإلى دمياط، حيث أجرى النقيب العام جولة تفقدية لقطعة أرض بجوار مجمع محاكم دمياط لإنشاء مقر ونادي للفرعية، ويوجه برفع المقاسات وسرعة استخراج التراخيص اللازمة لبدء أعمال الإنشاءات. وبالدقهلية أجرى الأستاذ عبد الحليم علام جولة تفقدية لعمارات النقابة بمصيف جمصة، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات والبدء في أعمال الفرش تمهيداً للافتتاح. وفي سوهاج تفقد نقيب المحامين أرض نادي محامين بمدينة سوهاج الجديدة، موجهاً بإنهاء كافة التراخيص تمهيداً لإنشاء النادي على أعلى مستوى وضمه لثروات النقابة العقارية. وعن جنوب سيناء، بدأت النقابة العامة للمحامين بتوجيهات النقيب العام في تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية لنادي المحامين بجنوب سيناء تمهيداً لفرشه وافتتاحه لخدمة أعضاء الجمعية العمومية. تحت رعاية النقيب العام عقدت لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين ندوة قانونية يوم الخميس الماضي تناولت الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي بمقر النادي النهري بالمعادي.